هل في بعض اللوحات أو الأعمال أزيل اسمك من عليها منها أو؟ إيه في بالنسبة للوحات طبعاً كان فيه طلب من الفنانين على عمل لوحات في فندق قصر أبها، وصادف استمعنا الفنانين كلنا وقدمنا تصاميم وقدمنا ذا، وصادف كان فيه شخص على أساس أنه يقوم بالعملية يعني بزنس يعني رجل أعمال وكذا، ولكنهم ما وافقوا عليه وأخذوا لوحات مني ومن الأخ فايع الألمعي. وصادف اللوحات دي كانت مجموعة والله ما هي بسيطة، حوالي 26 لوحة، ولوحات كبيرة في منها 3 متر فيها من هذا، ولكن للأسف قالوا نحن بنبروزها. قلت طيب كويس، لكن يوم جو علقوها في البهو وفي المدخل الفندق وكذا شايلين الاسم منها، ماسحينها مسح ما في اسم مجهولة. المهم وصار فيه كلام وفيه ذا، ونزل في الجرائد وكذا في جريدة المدينة، سطوا داخل قصر أبها وكذا، ولكن ما وجدت ان فيه هذاك ذيك الجهة اللي تساعدني في انيش اخذ حقي منهم، انه هذا هضم تاريخ فنان. يعني مثلا انا حط اسمي بتاريخ وكذا، هذه بتبقى فيما بعد، يجي اي شخص يشوفه يقول لي والله هذه لوحة فنان كذا لها رسمت في عام كذا كتاريخ او كرسالة لك. اي والله في الأخير جابوا واحد وكتب الاسم، وذا طالبت طبعا أنا، أرسلت لوزارة الثقافة. عام كم الكلام هذا عفوا كان أول شيء؟ الكلام هذا 1418. وقدمت طلبت وين؟ طبعا أنا طالبت عن طريق الصحافة وعن طريق جمعية الثقافة وعن طريق عدل، لكن للأسف ما أحد ذا. بس الآن أنا قدمت طلب لأنه فوجئت اللوحة، في لوحة لي هناك عرضة كبيرة 3 متر، والناس يسألون يقولون لوحة هذه لمن؟ ما في هذا. فقمت كتبت أنا في التويتر قلت هذه اللوحة لي. قالوا كيف معقول لك واسمك ماذا؟ طبعا قدمت لوزارة الثقافة لأنه حق الملكية الفكرية، يعني هذا حق من حقوقك أنك إيش يكون اسمك على عملك. يعني مثلا عمل قدامك ما تشوف فيه اسم ده ما تدري، يمكن هذا مقلد، يمكن حد نقله من لوحة فلان أو من لوحة كذا، ولكن الآن والله ما جاني اسم ده. متى قدمت الخطاب هذا؟ والله قدمته قريب يعني لأنه اسم ده فيه أخت كذا تشتغل في وزارة الثقافة في قرية مفتاح التشكيلية، وصادف قالت لي ترى فندق قصر أبها بيصير تبع هيئة الاستثمار العامة. قلت لوحاتي طيب موجودة فيه؟ قالت ليش ما اسم هذا قدم طلب ونحن اسم هذا نتبنى الشغلة نتابعها وذا. اي والله إلى الآن ما أدري والله إيش. هل صار في تجاوب من الوزارة؟ إلى الآن ما صار في تجاوب. أول كتبت في تويتر وعلقوا معي ناس وكذا، ولكن ما أحد تجاوب معي، يعني ما أدري والله. هو ده واللوحة أصلا حتى هم ما يستفيدون منها شيء، لوحة مجهولة ما عليها اسم، مش هذه لوحة تجارية يعني واحد رسمها كذا وجابها لكم كذا، ما يعني مفروض هم يهتمون يقولون الفنان هذا يكون اسمه موجود على أساس إنه إيش يبقى العمل ذا له قيمة، لكن بدون اسم مجهول كأنه لم اشتريه أنت من محل بيع ديكورات وأشياء وكذا. هنا أكيد الرسالة راح توصل وتأخذ إن شاء الله بحول الله.